ثلاث عيادات متنقلة للكشف والتكفل المبكر بالأمراض المزمنة أطلقتها وزارة الصحة نحو ولايتي تلمسان والأغواط بمناسبة اليوم العالمي للسمنة. نعلن كلنا رسميا عن انطلاق هذه الحافلتين دو كلينوموبيل الأغواط ووحدة تلمسان وتكلمنا عليه في المداخلة. هذه كلها مكاسب إن شاء الله هذو تتنقل في وتكلمت مع السيد ممثل المنظمة العالمية للصحة لهذه الحافلة إن شاء الله في المستقبل نعمل مع بعض باش تروح الجنوب الجزائر ولماذا تزيد تنطلق حتى بعد الحدود. جائحة كوفيد 19 أثرت سلبا على النشاط والنمط الغذائي للفرد مما أدى إلى زيادة عدد الإصابات بالسمنة. سنتين قضيناها يعني في البيت، حتى الإنسان حتى اللي كان يقوم بحركية ما كانتش حركية، فهذا الوقت خلى الناس أنهم بزاف اللي كان ديروا دراسة نسيب أغلبيتهم أخذوا يعني زيادة في الوزن. وزارة الصحة يعني دارت الآن مانيوال فيه ما نسميه سيلو جيد أليمنتير ديجين دو في أدابتي وزيتاب دو في او ميليو دو في. هذا اللي هو راهو في يعني في دار النشر، ويمكن يكون المرجعي لكل مواطن انه يعرف كيف يعني يكون عنده سلوك سليم في مجال التغذيه. اطلاق دليل للتكفل بالسمنه لفائده مهنيي الصحه ومتابعه المصابين من قبل فرق متعدده التخصصات هو ما تسعى الوزاره الوصيه على تطبيقه للحد من السمنه التي تفتح المجال امام قائمه طويلة من الأمراض الخطيرة.